السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. سيأتي بوكو إم 4 برو يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون بمثابة إعادة تسمية للعلامة التجارية ريدمي نوت 11 والذي تم الإعلان عنها مؤخرا. يمكننا أن نرى أن إم 4 برو يجلب شاشة LCD بحجم 6.6 بوصة مع ثقب لكاميرا السيلفي مع معدل تحديث 90 هرتز تماما مثل ما رأينا على سلسلة هواتف ريدمي نوت 11، بينما تتميز الواجهة الخلفية بجزيرة كاميرات أكبر مع علامة بوكو التجارية، وهو مزيج بين تصميم بوكو إم 3 وريدمي نوت 11. ويقال إن إعداد الكاميرا الفعلي مطابق للإعداد الموجود في هاتف النوت 11 مع مستشعر رئيسي 50 ميجا بيكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل. سيستخدم بوكو إم 4 برو نفس المعالج المركزي دايماسيتي 810 5G مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت. سيستخدم الهاتف بطارية بقوة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط. ومن المرجح أن يأتي إم 4 برو بنظام أندرويد 11 مع واجهة تشغيل شاومي إم آي يو آي 12.5. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.